هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين ومرحبا بلاباسات ولاباسين ديالي في فيديو جديد. اش كتعاودوا بلاباسات ولاباسين؟ كي دايرين مع الخدمه؟ كي دايرين مع القرايه؟ انا الحمد لله بخير، داخله سوق راسي، ما حاضيه حد، ما كندخل في حياه حد، ما كنعطي رايي في حد، ما كنتبع مشاكل، مقابله غير راسي وحيواناتي وحيوانات الزنقه، والحمد لله مرتاحه بحال هكا. هذا هو التوازن اللي انا كيعجبني في حياتي، الهدوء. قبل ما نبداو الكيس ديالنا ديال اليوم غادي نفكركم في تاب تاب ساند، سبونسر ديالنا ديال ديما. والا كانت باقي شي صغيره ولا صغيرين ما كيستعملوهاش، اش كتسناو؟ جات كيدين، ولكن بصح الا كنتو باقيين كتمشيو للاجونس اولا كتستعملوا شي ابليكاسيون اخرى، وات ار يو دوينغ؟ لابليكاسيون سهله جدا 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 انكم تستعملوها. كنخلي لكم ديما لو ليان في اول كومونتير، كتدخلوا فقط المعلومات ديالكم بطبيعه الحال والنمره ديال التليفون والسميه ديال داك الشخص اللي غادي تصيفطوا ليه، وما كيسولوكمش دوك كثرت الاسئله من جبتي الفلوس، علاش باغي تصيفطهم، من دبرتي عليهم. كتقدروا تصيفطوا مبالغ كبيره بسهوله والصرف ديالهم زوين بزاف، يعني ما عمركم ما كتضيعوا في الفلوس، حيت بصراحه ما كينصبوش على الناس في الصرف بحال بزاف ديال لي زابليكاسيون اخرين. وبطبيعه الحال اللي غتصيفطوا ليه في المغرب كيقدر يتسلم الفلوس ديالو فوا كاش في كاش بلوس اللي كاينين في اي بلاصه، وفي البنك التجاري وفا بانك الا بغيتوا تصيفطوا الفلوس في البنك نيشان، كتدخلوا بطبيعه الحال الريب وكيوصلوا ديك الساعه. حتى الناس اللي في الخليج راه كيقدروا يستعملوا تاب تاب ساند، وانا متاكده انكم مره واحده غادي تجربوها غتبقاو تصيفطوا ديما. ما تنساوش تستعملوا الكود ديال S5 اللي انا ما كنربح منه والو، ولكن نتوما كيزيدكم 5 اورو على المبلغ اللي غادي تصيفطوه. وصافي هادشي اللي كاين، دابا ندوزو لفيديو ديالنا. الا كنتو ريدي ليتس جو. جيسيكا ذات نهار 17 اوت 1976 في ميسيسيبي. هاد السميه ديما كتضحكني، ما كنتقبلهاش في عقلي. غادي يولدها جدها لانه كان طبيب. ويت وات؟ لا بلاتي بلاتي، صافي صافي، لحظه ادراك. بقيت كنقول واش ما ولدها با اللي ما يمكنش. ولكن جدها سميتو كلي ايسترلي، يعني نفس الكنيه ديالها، يعني هو بيت باها. من موراها ماماها غتولد واحد الوليد اخر، ولكن مع الاسف غادي يموت غير ساعه من مور ما يتزاد. فهادشي بطبيعه الحال كان حزين، ولكن خلى ان جيسيكا تبقى هي الصغيره مفشاه كلشي كيبغيها، وهي اصلا كانت طفله اللي كتنشر السعاده، فكلشي كان كيحماق عليها. الطفوله ديالها كانت جد عاديه، كانت كتمشي بزاف عند جدها وجداها، كبرات مع اخواتها اللي بجوجهم كبر منها، وحده سميتها اماندا وحده سميتها اودري، وكانت كدوز بزاف ديال الوقت مع ولاد عماتها ولاد خالاتها. وخممها وباباها غادي يتفارقوا، ولكن غادي يحاولوا يخليوا واحد التوازن في حياه ولادهم. ما كانش بيناتهم الحرب، وماماها من بعد واحد المده غادي تزوج بواحد السيد اخر اللي سميتو ريك شميت، والبنات بثلاثه بهم كان عزيز عليهم وتا هو كان كيبغيهم. فجيسيكا غتبات كبار، غتوصل للهاي سكول، غتاخذ الباك ديالها، وغادي تمشي تقرا علم السمع وامراض النطق. المهم واحد النهار في 2002 منين جيسيكا غتكون عندها 26 عام، غتكون معروضه لواحد الحفله في واحد الباطو مع صحابها. جيسيكا غتدخل مع عليها ما بيها، وهنايا الحب من اول نظره، زعطه غير متوقعه، الله ينجيكم منها. شافت واحد السيد وهي الدوخ ما قدرتش تحيد عينيها منه. وعفاكم الناس اللي كيحسوا بالزعطه من اول نظره، شرحوا ليا كيفاش خلاهاش دايره كي درتو ليها؟ حيت شويه ديال الاعجاب من النظره الاولى كنتفهموا، ولكن الزعطه من اول نظره راه حالتكم صعيبه وخاصكم تداو حيت ما يمكنش. المهم هاد الزعطه هادي اللي حسات بها جيسيكا كانت متبادله، حيت هذاك الولد اللي سميتو جاستن ما غاديش يحيد عينيه عليها صافي. فغادي يهضروا، غادي يتعارفوا، وجيسيكا غتقرر انها تهز شطيطها تمشي لستيت اخرى باش تكون مع جاستن، لانه هو كان ساكن بعيد وكان جاي تما غير عند شي صحاب ولا شي عجب. فمن 2002 فاش غيتلاقاو حتى 2015 عاد غيتزوجوا 13 عام من بعد. والصراحه كانوا يتسناو شويه حيت بانوا لي بحال زربوا. عائلتها بطبيعه الحال كانوا فرحانين ليها، وهي بقات قريبه معاهم مع صديقه ديال الطفوله ديالها ماريا، واخا كانت ساكنه في ستيت اخرى، يعني ديما كيهضروا كتعاود ليهم وكيعاودوا ليها، العلاقه ديالهم ما انقطعتش. غادي يمشيو ربع سنين من مور العرس، نهار 12 اوت 2019، شي حاجه وقعت اللي خلات ان جيسيكا تبغي تخرج من الدار. غادي تعيط لماريا، وماريا ما غتشوفش الاتصال ديالها. هو في الحقيقه ما كانش اتصال واحد، كانوا ثلاثه ديال الاتصالات. فمنين ماريا غتشوف الاتصال ديالها غتحاول تعيط ليها، في الاول ما كانتش كتجاوب، شويه غادي تجاوبها، وجيسيكا الصوت ديالها كان عيان بحال مسخخه. قالت لها عافاك واش تقدري دابا تجي ديني، راني خاصني ضروري نخرج من الدار. المشكله ان ماريا راه كانت ساكنه بعيده على جيسيكا بجوج ديال السوايع، وكان عندها وليدات صغار اللي ما عندها ما عم تخليهم، وبما انها ما كانتش عارفه شنو واقع لجيسيكا ما بغاتش تدي معاها ولادها وتحطهم في خطر ولا شي حاجه. فقالت لها واش القضيه فيها حياه او موت؟ قالت لها جيسيكا لا، ولكن خاصني نخرج من الدار. قالت لها شوفي تكالماي، انا غدا في الصباح غير نحط ولادي في المدرسه، غادي نجي عندك كنجري. داكشي اللي غادي يوقع لغد ليه، ماريا غتعيط لجيسيكا غتقول لها الو واش نجي نجيبك. جيسيكا قالت لها انا راني مع غريسي في الطبيب. غريسي هي بنت جاستن من زواج سابق، وكانت كتحمق
تعلق عليها جيسيكا كانت قريبه معها بزاف بحال بنتها. المهم كانت كترد ولا شي حاجه وداتها للطبيب، وجيسيكا قالت لماريا شوفي دابا كلشي مزيان صافي بلا ما تعذبي وتجي ليا، انا حتى من بعد غنعيط لك ونعاود ليك. ماريا بقات كتسنى 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 في جيسيكا تعيط ليها، والو ما عيطاتش. كتصيفط لها الميساجات السيده ما كتجاوبش، الليل كامل غادي يدوز ما كاين حتى شي اخبار على جيسيكا. لا غد ليه مع جوج ديال العشيه غادي يوصلها ميساج من الفيسبوك ديال جيسيكا، فيها بقات تقول علاش زعما صيفطات ليا ميساج في فيسبوك وما عيطاتش ليا في التليفون. فاش غادي تحل الميساج غتلقى بان ماشي جيسيكا اللي كتهضر معاها من الفيسبوك وانما جاستن. قال لها السلام انا جاستن، واش جيسيكا ما بانتش ليك؟ راني انا وغريسي خايفين عليها. فهنا بطبيعه الحال ماريا خافت بزاف على جيسيكا، حسات بان شي حاجه ماشي تال تما. اكثر هي ان هذا الاختفاء هذا ما جاش على غفله، حيت غير النهار اللي قبل جيسيكا كانت خايفه وعيطات لماريا وقالت لها خصني نخرج من الدار وهذا وهذا. داك النهار اللي كان الجمعه ماريا غتقرر انها تعيط ل 911 باش تقول لهم يمشيو يديروا واحد الويلنس تشيك. هذا بطبيعه الحال من حق اي مواطن كتعيط لهم كتقول لهم سيروا لهاد الدار هادي راني شاك في شي حاجه وقعات بغيتكم تشوفوا واش كلشي مزيان. غادي يقولوا لها اوكي ولكن ما غتوصل حتى شي جواب لان ما غيمشي حتى واحد. لا غير ديلي هو السبت عاوتاني ما غيمشي حتى واحد، وماريا باقا كتعيط. نهار الحد غتعيط لهم تقول لهم شوفوا راه هاد يومين نتوما كتفلاو عليا ما كيمشي حتى شي واحد، اليوم ما غاديش نقطع معكم التليفون حتى تقولوا لي بان البوليس راهم غاديين لدار ماريا. فعلا داكشي اللي غادي يوقع هاد المره هادي، هذاك الديسباتشر ديال 911 اللي غيجاوب غادي يكون متفهم ومهتم اكثر، ففعلا غادي يصيفط البوليس. ففعلا البوليس غادي يمشيو وما يلقاوش جيسيكا في دارها، غادي يلقاو غير جاستن وبنته با غادي يكونوا ناعسين في الدار. هو قال لهم الا بغيتوا تدخلوا دخلوا، المهم ما غاديش يدخلوا البوليس. ولكن بما انهم ما لقاوش جيسيكا فولات كتعتبر ميسين، كتعتبر انها مختفيه، كتعتبر مختفيه يعني البوليس خاصهم يديروا خدمتهم ويحلوا الكيس ويقلبوا عليها. ما غايديروا والو، غيبداو يدوزوا الايام وما كاين حتى شي جديد، حتى واحد ما كيعيط للعائله ديال جيسيكا، حتى واحد ما كيقول لهم حتى حاجه. هما ساكنين في ستيت اخر ساعات ديال السوغان باش انهم يوصلوا عندها، يعني مصيبه. فغايقولوا اوكي شنو غنديروا، غادي نمشيو نقلبوا عليها راسنا لان هذا الشيء هذا ما يمكنش، ما نقدروش نبقاو جالسين مربعين يدينا وكنتسناو البوليس حتى ترشق لهم عندي نوض يقلبوا. غادي يوصلوا للدرب اللي ساكنه فيه جيسيكا، غادي نصايدين من تما مهبطين الزاج ديال الطوموبيل، فغادي يشموا واحد الريحه غريبه. وداك ولد عمهم غادي يقول لهم بلاتي نحبسوا نهبطوا نشوفوا شنو هذا الشيء. فاش غادي يهبطوا غادي يتاكدوا بان هذيك الريحه ديال الجثه. يس داكشي اللي في بالكم هو اللي كاين، عائلتها هما اللي غادي يلقاو الجثه ديالها، وفي مرحله جد 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 متقدمه من التحلل. غادي يعرفوها فقط من الحوايج ديالها وداك الشيء، ولكن وجهها والجسد ديالها في حاله ما نعاودهاش ليكم. ولكن بلاتي كيفاش جيسيكا مليوحه في الدرب اللي عليه الغادي والجاي، ما مخبياش باينه والريحه اصلا عاطيه. كنقول لكم في الدرب اللي ساكنه فيها عباد الله، كيفاش هاد البوليس هادو جاو وعارفين بان السيده مختفيه وكانوا تما على اساس انهم زعما كيقلبوا هادشي اللي قالوا للعائله، وما لقاو الجثه اللي مليوحه في الطريق، يعني ما محاولوش مخبيه ولا شي حاجه والو، مليوحه هكاك. وهادشي اللي كنعاود لكم دابا، فاش لقاو الجثه ديالها من مر اسبوع على الاختفاء ديالها. فغادي يعيطوا لهم غايقولوا لهم على سلامتكم، حنا راه لقينا اختنا حيت نتوما ما درتوش خدمتكم وما قدرتوش تلقاوها. المهم هنا عاد غادي يفيقوا، غادي يجي شي 15 ولا 20 بوليسي، يا كمال الجثه يلا حطها شي واحد هنا، يا كما هادي يا كما هادي، المهم التخربيق. غادي يهزوا الجسد باش يديوه للتشريح وباش يديروا عليه التيست ديال الدي ان اي، حيت كيف ما قلت لكم الجثه بدات كتحلل راه اسبوع. فالتعرف عليها من الحوايج ديالها وداك الشيء ما كافيش، ضروري خاصهم دليل قاطع باش انهم يقدروا يصايبوا شهاده الوفاه. غادي يبدا التحقيق، وبطبيعه الحال اول شخص غادي يهضروا معاه هو جاستن. جاستن غادي يقول لهم انا متاكد بان مراتي قتلت راسها، وهذا الشيء بطبيعه الحال غير مستبعد لان جيسيكا كانوا عندها مشاكل نفسيه، كان عندها اكتئاب جد حاد لدرجه ان الدوله كانت كتعطيها الفلوس حيت كتعتبر اعاقه. قال لهم هذه كانت وحده من الفترات اللي النفسيه ديال جيسيكا كانت هابطه فيها بزاف بزاف، وهي براسها كانت باغا تمشي لمستشفى الامراض العقليه، ولكن جاستن قال بانها يمكن ما قدرتش تتحمل وقررت انها تنهي حياتها. العائله ديال جيسيكا كان عندهم بزاف ديال الاسئله من بعد التصريح ديال جاستن، الا كانت قتلت راسها باش قتلت راسها؟ كيفاش حتى واحد ما شاف الجثه ديالها وهي كاينه في بلاصه اللي اكسبوزي للناس وزعما البوليس راه في خبارهم وجاو قلبوا عليها؟ كيفاش ما شافوهاش؟ واش الجثه ديالها كانت في شي بلاصه اخرى وشي واحد حطها تما؟ شي جيران اللي ساكنين غير تما في ديك البلاصه اللي لقاو فيها الجثه غادي يقولوا للعائله ديال جيسيكا بانهم ما عمرهم ما شافوا البوليس دايزين تما اولا كيقلبوا. وحتى التحقيق اللي زعما بداو كيهضروا مع جاستن وكيسولوا هادي وهادي راه زعما دايرينو غير خير منهم، حيت التحقيق الرسمي ما يقدر يبدا حتى يتاكدوا علميا يعني بالدي ان اي بان هذيك الجثه ديال جيسيكا فعلا. فباش يتاكدوا من الدي ان اي ديالها خاصهم يقارنوها مع الدي ان اي ديال امها، فبطبيعه الحال امهم غتعطيهم الدي ان اي ديالها باش يقارنوا معاها. والمده ديال شهر البوليس ما غيتواصلوش مع العائله ديال جيسيكا، ما غيسيقوا لهم الخبر والو، ما يعطيهم حتى شي جديد والو والو. اكفس حاجه هي يكون عندك شي مشكل وتمشي عند البوليس اللي هما ما خاصهم يحلوا لك المشكل ديالك ويكونوا مسوقين، هادي اكفس حاجه تقدر توقع لشي واحد. المهم فاش العائله ديال جيسيكا غيبداو يعيطوا غيبداو يسولوا كيقولوا لهم زعما شنو هادشي هذا، حنا كنتسناو
سمعوا سمعوا مزيان الصدمه. هذيك العينه ديال الدي ان اي اللي غتعطيهم امها ياخذوها وغادي يحطوها فوق البيرو ديال الشخص اللي مكلف انه يصيفطها للابوراتوار. ملي غتحط فوق داك البيرو ما يعاودوش يشوفوها. هذيك العينه اختفات ما عرفوش فين كاينه. وفاش ما لقاوهاش ماشي تواصلوا مع العائله قالوا لهم لا راه تلفات لينا العينه ولا شي حاجه. بداو كيخدموا على كيسز اخرين والكيس ديال جيسيكا نساوها. فبطبيعه الحال العائله ما عندهم ما يديروا، غادي يعاودوا يجيبوا عينه اخرى ديال موت جيسيكا. ومره اخرى غادي تعطلوا عليهم بزاف حتى نهار 8 نوفمبر عاد غادي تخرج النتيجه. شوفوا شحال من شهر داز، غادي تخرج لوتوبسي وفعلا غادي ياكدوا بان هذيك الجثه ديال جيسيكا واخا العائله كانوا عارفينها من الاول غادي يلقاو فيها واحد الهرسه في عنقها، ولكن غادي يقولوا بان هذيك الهرسه هرسوها البوليس فاش هزوها فاش بغاو يديو الجثه ديالها للمختبر. كيفاش عرفوا هذا الشيء الله اعلم. المهم في التشريح مكتوب بان سبب الموت غير معروف. العائله ديالها غيخصهم ياخذوا الجثه ديالها ويدفنوها، ولكن هما ما يقدروش حيت هي مزوجه بجاستن، فجاستن هو اللي عنده الحق انه يتكلف بالجثه ديالها. جاستن ما غيكونش مساري لانه غادي يتشد وماشي للاسباب اللي غتخيلوها. غادي يكون فواحد البار، غادي يكون واحد الجروب ديال الناس جالسين معاهم واحد البنت اللي سميتها حتى هي جيسيكا. هو غادي يسمع صحابها كيعيطوا لها جيسيكا، فغادي يمشي عندها يهضر معاها، غادي يقول لها انا تمراتي ماتت وسميتها جيسيكا وبغيتك تاخذي حوايجها. تخيلوا قال لها راه هي قتلت راسها وانا بغيت نعطيك داكشي ديالها كامل. فالسيد غادي يبان لهم الزن وغيقرر انهم يعيطوا على البوليس، وفعلا البوليس غادي يجيو وغيديوه معاهم. فهاد الوقت هذا اللي جاستن كان كيدير هاد الروينه هادي، العائله ديال جيسيكا كانوا كيحاولوا يفهموا شنو واقع، لان المحققين غيتاخذوا واحد القرار عجيب. غادي يقرروا انهم يديروا الكيس ديال جيسيكا مع الكولد كيسز، يعني الكيسز اللي ما كيلقاو فيهم حتى شي دليل، ما كيلقاو فيهم حتى شي خاتم، ملي يبداو التحقيق ما كيلقاو فيهم والو، فكيتسموا كولد كيسز، يعني قضايا بارده ما فيهم حتى جديد. ولكن الكيسز كيوليو كيتعتبروا كولد من بعد بزاف ديال السنين، من بعد محاولات ديال التحقيق، من بعد ما كيسولوا الناس اكثر. هي ان لوتوبسي اولا التشريح ديال جيسيكا كان فيه بزاف العلامات استفهام، كان نفهم هرس. فهاد البلاصه هادي هنايا عندها واحد الشقه، وكيف ما قلت لكم عندها واحد الهرسه في عنقها. ديك البلاصه كيسميوها سي 4، و الى تهرست الله يحفظ الله يحفظ كتسبب ان الجسد كله كيتشلل. وهذيك هي اللي قال لك البوليس حقا ما حقا هرسوها فاش كانوا كيحولوها. او نتوما مالكم كنتو كتلوحوا بها بحال الكره، هرستوا لها عنقها وهرستوا لها نيفها وهرستوا لها وجهها. المهم هذيك الضربه في العنق ديال سي 4 في اكثريه ديال الوقت كيكون السبب ديالها يا اما كسيده ديال الطوموبيل الصعيبه اللي كتضرب بالجهد، يا اما شي طيحه من الفوق اللي خايبه، يا اما القجان بالجهد. غادي تستولي حتى الكبده ديالها باش يشوفوا واش كاين شي تراس ديال شي مخدر. غادي يلقاو واحد جوج ديال المخدرات، وقيلا ما بقاش نقول سميه ديال المخدرات ياك، حيت شي مرات كنشوف شي تعليق ديال ما تبقايش عافاك تقولي سميه ديال المخدرات، راه كاين اللي يقدر يمشي يبقى يجربهم. انا بالنسبه لي اللي داير في راسو يجرب شي حاجه، اولا اللي كيتاثر بالهضره ديال الناس بهذه السهوله هذه، راه ما خصوش اصلا تكون عنده انترنت، خصكم تسدوا عليه في شي بيت وما تخليوه ليه يخرج لا والو، حيت اش راه الا ما سمعش مني انا سميه ديال المخدرات راه يسمع في الزنقه يسمع من بلاصه اخرى. المهم قولوا لي واش نبقى نقولهم ولا ما بقاش نقولهم اللي بغيتو. anyway غيلقاو عندها طراز ديال واحد جوج المخدرات، ولكن هذا الشيء ما كاينينش بانها كانت كتعاطى، لان جيسيكا كانت فيها الفيبروميالجي وهو واحد المرض اللي صعيب ومؤلم جدا. الموسكل والعظمه ديال الانسان كيبقاو يضروا. الله يحفظ يا ربي يحفظكم ويحفظنا كاملين يا ربي يا ربي. وكيف ما قلت لكم الواحد كيبقى يحس بواحد الالم فظيع اللي ضروري ضروري خاصو الدواء باش يكالميه، وداك الدواء باش انه كيدوز عليك الالام اولا كيخليك ما تحسش بهم، حيت هما راه كيكونوا كيتعتبر بحال لانه كيرخيك كيقدر ينعسك كيدوخك باش ما تتالمش. وهذوك الدويات كان خصهم ما يتخلطوا مع حتى شي دويات اخرين بدون استشاره مع الطبيب ديال جيسيكا. فمن الممكن ان شي واحد كان عارف هذه القضيه هذه وعطاها شي دواء اخر وماتت، اولا داك الدواء سخفها وداك الشخص قتلها. والمرض ديالها بطبيعه الحال كانوا عارفينه غير الناس القرابين جدا. فالمحققين ملي يشوفوا هذا التقرير هذا غادي يقولوا بانها قتلت راسها وصافي، وبقات هذه كولد كيس. واخا في هذوك التهريسات والشقاق في وجهها وداكشي في عنقها وهذا ما تسوقوش، اما العائله ديالها وصحابها متاكدين بان شي واحد عنده يد في هادشي. غادي يدوز شي شويه ديال الوقت، واحد الجار غادي يعيط للعائله ديال جيسيكا، غادي يقول لهم بانه لقى الاي دي ديالها او لا لاكارت ناسيونال، ولقى حدا ديك لاكارت ناسيونال واحد الكاشه مكمشه وفيها واحد التقطيعه لتحت. فالعائله ديال جيسيكا بما انهم بعد بزاف غادي يبقاو يعيطوا على البوليس، غادي يقولوا لهم سيروا عند الجار لقى هادي ولقى هادي ولقى هادي. صافي على اساس البوليس غيمشيو يشوفوا داكشي وياخذوا منه الدي ان اي ويشوفوا شنو واقع. من بعد سيمانه اودري خد جيسيكا غتعاود تعيط لدوك الجيران غير باش تاكد بانهم عطاو داكشي للبوليس. غادي يقولوا ليها بان حتى شي واحد ما سول في دوك الدلائل، ما جاو عندهم بوليس ما عيطوا لهم في التليفون ما حتى شي حاجه. فالبوليس هنا ولاو مبين بوضوح العائله والناس بانهم مسوقين شباتات لجيسيكا. خوتها ديما كيعيطوا ديما كيسولوا باغيين يعرفوا واش كاين شي جديد، باغيين يعرفوا واش كاين شي تحرك. حتى شي واحد ما كيعطيهم راس الخيط وحتى شي واحد ما كيدسرهم. من بعد 170 يوم 170 يوم عافاكم حسبوها نتوما بالشهور، الله يرحم لكم الوالدين، انا الحساب كيحبس ليا مخي. عاد البوليس غطفى عليهم الشمعه وغايقول لك حقا ما حقا، يعيطوا للجيران ياخذوا من عندهم ديك الاي دي وديك الكاشه.
في هاد الوقت كامل الجسد ديال جيسيكا باقي في لامورغ، لان جاستن ما كيجاوبش عائلتها في التليفون وما مشاش ياخذ الجثه، وهو الوحيد اللي يقدر ياخذ الجثه حيت مراته. من بعد شي شهر على هاد الشيء شي جار عاوتاني غادي يعيط غايقول لهم الو، كنظن البوليس بانكم خاصكم تجيو لهداكم الله، لان قدام دار جيسيكا شي واحد لاح ماطله وكادر ديال الناموسيه. والمفاجاه هاد المره هذه ان البوليس غادي يمشيو، كيستاهلوا التصفيقات على الخدمه ديالهم الرائعه. عاد الناموسيه والكادر فعلا ديال جيسيكا كانوا في بيتها، وشي واحد اللي هو جاستن حيت شكون غايلوح هذاك الشيء لاحهم وكتب فيهم بانهم فابور واللي بغاهم يقدر يديهم. هادشي اللي كنقول لكم راه نوفمبر ديال 2020، يعني تقريبا عام و3 شهور على الموت ديال جيسيكا. فغادي يديهم باش يديروا لهم تهمه دي ان اي ويشوفوا واش فيهم شي دم واش فيهم شي عجب، على امل انهم من بعد واحد الشهر يعني في الاخر ديال العام تخرج النتيجه. وفي هذا الوقت كامل نفكركم بان جيسيكا باقا في لامورغ. العائله ديال جيسيكا غيكتشفوا واحد الحاجه اللي يمكن هي اللي خلات ان البوليس ما يتسوقوش، حيت في عينين البوليس جيسيكا ما كانتش انسانه مزيانه. هاد القضيه هادي ماريا صاحبه جيسيكا بوحدها اللي كانت عارفاها، وهاد السر هذا هو ان جيسيكا وجاستن كانوا كيديروا افلام ماشي مع ناس اخرين غير هو وياها، اولا هي بوحدها هو بوحدو، وهي كانت عاطيه راسها اسم الشهره اللي هو فيفيان، وهو كان مسمي راسو لانس اندرسون، وكانوا كيحطوا دوك الفيديوهات في واحد السيت. وماريا كتقول بان هذه واحد بضع سنين وجيسيكا وجاستن كيديروا هذا الشيء، وبانه هو اللي دخلها لهذا الدومين هذا اللي هي ما كانت عندها معاه حتى علاقه في الاول. هذا ماشي هو السر الوحيد اللي كانت مخبيه جيسيكا، كاين واحد الجزء اخر من حياتها اللي عارفها غير ماريا فقط. جاستن ما كانش هو الشخص اللي كان كيحاول يبين راسو، كان كيدير بزاف ديال الحوايج اللي في شكل. مثلا واحد المره ماريا كانت معاهم وولدها طاح ولا ما عرفش داكشي وقع ليه، ومشى عند جاستن قال ليه راه كيضرني صبعي، وجاستن جبد من جيب واحد الموس داك اللي كيتطوى بحال هكا ويقول ليه كيضرك صبعك ايوا راه نقطعو ليك. تخيلوا الوليد عنده 3 سنين، الولد تخلع واحد الدراما وداكشي. المهم تقدر تبان لكم هذه غير تخربيقه وغير باغي يضحك وهذا، ولكن راه جاستن فعلا كان عنيف، شحال من مره كيضرب جيسيكا. هادشي هي اللي قالته لماريا. جيسيكا عاقت بان جاستن كيعطيها المنومات وكيخليها حتى كتنعس وكيدير ليها شي حوايج اللي هي ما موافقاش عليهم، شي حوايج اللي فهمتوا اللي فاش كتكون فايقه هي ما كتبغيش، هو كيفورسيها كينعسها بزو يدير ليها داك الشيء. جاستن كان مانع على جيسيكا انها تهضر مع اي واحد مع عائلتها اولا صحاباتها بلا ما دير لو بارلور باش حتى هو يسمع شنو كتقول، وداك الشيء اللي كانت كتعاود لماريا كتعاودوا ليها غير بالتخبيه فاش كتكون في الخدمه ولا شي حاجه. اما في الدار ممنوع تهضر في التليفون بلا ما يسمع. واحد النهار ولد ماريا كانت عنده شي حاجه مع المدرسه في ديك المدينه اللي كانت فيها جيسيكا وجاستن، وفاش ماريا قالتها لجيسيكا قالت لها حنا عندنا البلاصه اجي نعسي معنا في الدار ولا غد لي سيري ديري داك الشيء مع ولدك. وسات جاستن قال لها اه ماشي مشكل حنا انا خاويه جيت بس معانا ما كاين حتى شي مشكل. المهم الليله اللي قبل من انا ماريا غتجي جيسيكا غتصيفط لها ميساج، قالت ليها راني مخبيه في الحمام دابا باش نكتب لك هذا الميساج. قالت لها سمحي لي بزاف ما عرفتش كيفاش نقولها لك، ولكن غدرا ما تقدريش تجي عندي للدار. قالت لها راني دابس مع جاستن قال لي بانك ما تقدريش تجي، وقال لي بانه غادي يجري عليا من الدار وغادي يدخلني للحبس، وماشي غير هددها ضربها. وهذا الشيء كان مده قليله من قبل من الاختفاء ديالها. هي كانت قالت لي انا باغا نمشي بحالي، هو كان عارف انها باغا تمشي بحالها، ولكن كانت خايفه ما عمرها ما تعاود تشوف غريس اللي هي بنت جاستن، ولكن جيسيكا تعتبرها بحال بنتها عزيزه لها بزاف، وكانت خايفه منه حيت كيقول لها الا هربتي غادي نقتلك. قال لها انا عندي بزاف ديال صحابي في البوليس، بزاف ديال صحابي محققين، غادي نلقاك نلقاك فين ما مشيتي، ولان كيف ما قلت لكم هي الدوله كتخلصها، فخافت انه بصح يكون كيعرف الناس ويقولوا لي الادريس ديالها اللي كتخلص فيها الجديده ولا يعطيو المعلومات. وهذا الشيء ماريا جاها غريب جدا، لان جيسيكا كانت بنت اللي كتعول على راسها، اللي كتفرض الاحترام ديالها حتى مع والديها، كنديرها واحد الباوندريز، كنديرها زعما واحد الحدود اللي الناس ما كيقدروش يتخطاوهم بطبيعه الحال. فماريا كتقول كيفاش زعما جيسيكا الشخصيه ديالها قويه وكلشي ومخليها هذا يلعب بها كيف ما بغى. يمكن جيسيكا كانت خايفه على ديك الخدمه اللي كدير هي وجاستن في داكشي الاباحي، ومن داكشي اللي كيربحوا الصالير ديالهم الاساسي، حيت داكشي اللي كتعطيها الدوله راه ما كافيهاش بطبيعه الحال باش تعيش. قال لها بان الا مشات بحال هذاك الفيديوهات داكشي ديالها كله ما يصيفطهم لعائلتها وغيدير ليها الشوها. هاد الشيء راه عاودته غير جيسيكا لماريا، مع ان عليه حتى شي دليل، يعني تقدر تكون جيسيكا هي اللي مسطيها وجاستن هو اللي بصح بعقله وداكشي حنا ما عارفينش، ولكن داكشي اللي غيوقع من مور الموت ديالها غادي يبين لنا بان جاستن ماشي هو داك في عقله، حيت من مور الموت ديالها ومن مور ما عرفها بانها ميته، يعني ماشي كانت غير مختفيه، بقى كيحط الفيديوهات الاباحيه ديالهم اللي كانوا مصورين من قبل. تخيلوا، وكيتصر على شي بنات اخرين اللي معاهم في داك الدومين نيت، كيقول لهم باغي نتعرف. من مور ما غادي يقول للفانز ديالها في داك السيت بانها ماتت، غادي يحل واحد الجوفاندمي زعما باش يجمع الفلوس، وحقا ما حقا يدير لها الجنازه. هو اصلا الجسد ديالها ما مشاش جابو، الحمد لله ان الفانز ما كانوش مكلخين، وفي داك الجوفاندمي غيكون غير $140 اللي هي تقريبا واحد 1500 درهم. وعافاكم في داك الجوفاندمي
جوفانمي كان كاتب بان الناس اللي غادي يعطيو غادي يصيفط لهم واحد التصاور وفيديوهات ديال جيسيكا اللي ما كاينينش في السيت. تخيلوا هاد الشيء وهي ميته والواعره الواعره في داك السيت النيت بدا كيحط حوايجها يتباعوا ماشي حوايج عاديين داك الملابس ديالها الداخليين وداكشي اللي كانت كتستعملوا في الفيديوهات. الماضي ديال جاستن ما نقيش فايت مشدود بزاف ديال المرات على الحيازه ديال المخدرات حيازه ديال الفردي بدون رخصه المساهمه في انحراف قاصر يعني كيخرج البنات للكليان واحد الاكس ديالو كانت دارت ليه واحد الوثيقه انه يبقى بعيد عليها وما احترمش ديك الوثيقه مشى عندها واخا هكاك فعيطات ليه للبوليس وعنده عرام ديال عيالاتو السابقين وصحاباتو السابقين وحتى شي وحده فيهم عندها عليه شي حاجه زوينه تقولها والناس كاملين ومنهم عائله ديال جيسيكا وجيسيكا براسها قال لهم بانه بقى سنين وسنين وهو كيخدم في الجيش وتما فين تعرف على دوك الناس المهمين اللي زعما غيلقاو ليه جيسيكا الا هربات وهذا وهذا. ولكن في التحقيقه ديال جيسيكا فاش بداو كيبحثوا لقاو بانهم عمرو ما حط رجليه في الجيش حسك مخيم التدريب اللي تقريبا كل شيء كيديروا هو ما تقيدش فيه وما داروش وديك الدار اللي كان ساكن فيها هو وجيسيكا هو كان ساكن في النص وباه كان ساكن في النص لان هذاك النص كتباتوا ليه مو قبل ما تموت حيت كان النص ديال باه والنص ديال مو. ففي داك الوقت اللي اختفت فيه جيسيكا با جاستن كان في النص ديال الدار يعني هي نفس الدار ولكن قاسمينها وتخيلوا ان البوليس ما سولوش كاع. جاستن شد في الهضره ديال ان جيسيكا قتلت راسها ولكن لنفس رد انها مثلا عارفه راسها الا خلطت الدواء غادي تموت واش غتخلط الدواء وغتمشي تنعس في راس الدرب وتسنى راسها تموت كون درتها في الدار على الاقل زائد ان داك الهرسات في وجهها وفي عنقها غير عاديين بصح يقدر يكون عندها شي ستالكر من داك السيت اللي كانوا كيديروا فيه داك العجب وكان مثلا مهووس بها وقرر انه يقتلها ممكن يمكن تكون غير كانت كتمشى في الزنقه وتلاقات مع شي مزنزن. ولكن واحد الديتالي ماليا قالته حتى من بعد النهار اللي قبل من الاختفاء ديالها فاش غتعيط لها وغتقول لها راني خاصني ضروري نخرج من الدار قالت لها علاش قالت لها انها خايفه من جاستن وانه هددها يقتلها الا بغات تهرب. المهم من بعد 530 نهار وجيسيكا فلامورغ اخيرا غادي يقرروا انهم يخرجوها حيت راجلها ما جاش سول عليها فضروري خاصها تدفن ميمكنش ما تبقى حياتها كامله. وفي هذا الوقت كامل راه العائله باقا كتسنى داك الدي ان اي ديال الكاشه وديال لاكارت ناسيونال وديال داك الناموسيه والكادر ديالها اللي لح جاستن. وحتى الاوت ديال 2021 عفاكم تخيلوا شحال ديال الوقت داز عاد غادي يخرجوا هاد النتائج وشنو غادي يخرجوا حقا ما حقا داكشي كامل ما فيه والو. وفي داك الشهر نيت النائب العام ديال المنطقه غادي يقرر انه يحول الكيس ديال جيسيكا من انها قتلت راسها يعني انتحار لان هاد الكيس هادي جريمه اول مره من الاختفاء حتى الموت حتى داكشي كامل ديال جيسيكا كتستعمل عند البوليس هاد الكلمه هادي ديال الجريمه في الكيس ديال جيسيكا. وبالنسبه للعائله هادي خطوه كبيره حيت بما انهم كيعتبروها جريمه ففي الخفاء غادي يكونوا لقاو شي حاجات. وبالنسبه للكاميرات راه كاينين 60 كاميرا في داك المنطقه كامله ديال جيسيكا حتى شي كاميرا ما شدتها كتمشى حتى شي كاميرا ما شدتها غادا ديك البلاصه ما كاينه في حتى شي كاميرا كاع. ولكن واخا دابا المحققين كيعتبروا بان هذه جريمه ما كاينش زعما شي بحوث خياليه اولا شي حاجه حتى من دار جاستن ما مشاوش قلبوها ما مشاو شافوا واش فيها شي دم واش فيها شي عجب واخا اصلا هذه كانت اول حاجه دار من تلقات الجثه عرفتوا الطريقه باش تعاملوا مع هذه الجثه هذه غير زعما حيت جيسيكا كدير داكشي اللي كدير كضر في القلب حيت كيف ما كان الحال راه هي انسان تقدر تكون اتخذت قرارات خاطئين ولكن بما انها هي ماتت وقعت جريمه فانتوما كمحققين خاصكم ديروا خدمتكم اللي نتوما كتخلصوا عليها واختاريتوها وتمشيو تقلبوا في الكيس ديالها وتلقاو شكون قتلها على الاقل تحاولوا ماشي ضروري غتلقاو الحلول لكاع الكيسز ولكن على الاقل كاع المحاولات يداروا. في هذا الكيس ديال جيسيكا ما داروش كاع المحاولات ودابا حاليا ما كتعتبرش كولد كيس باقا محلوله ولكن نقدروا نقولوا بانهم ما كيديروا حتى شي حاجه يعني ما مسوقينش. فانا عارفه بان الاكثريه فيكم كيعجبوهم سولد كيسز يعني القضايا اللي كيكون عندهم حل وكتكون عندهم نتيجه وكيكون عندهم شي واحد وشي سميه والحبس وداكشي كامل ولكن انا بحال هاد الكيسز هادو كيعجبوني كيعجبني نديرهم مره مره حيت كنستمتع بزاف ملي كنقرا التعاليق ديالكم وكل واحد شنو كيقول شي مرات كتقولوا شي حوايج اللي انا فاش كنكون كنوجد الكيس ما كنفكرش فيها كاع وحتى هادشي هذا عنده حلاوته قليل فين كندير الكيسز اللي ماشي سولفد ولكن مره مره كيعجبوني اكثريه هادو اللي كيكون فيهم داكشي واضح يعني عندنا شي واحد فيه منشكو عارفين السيده شنو كانت كدير يعني في اين دومين كانت خدامه كيفاش كانت علاقتها مع راجلها. انا شخصيا شاكه بزاف وشبه متاكده بان جاستن هو اللي دار لها شي حاجه حيت حتى في الاول فاش مشاو عندو البوليس يهضروا معاه فاش ماريا عيطات لهم باش يمشيو يديروا داك الويلنس تشاك وداكشي بدا كيدخل ويخرج في الهضره وكاينه واحد الكونفرساسيون ديال البوليس مسجلينها كيهضروا بيناتهم كيقولوا بانه بان لهم غريب بدا كيهضر لهم على الكلب ديالو. في الاول قال لهم راه بنتي ناعسه خفت تدخلوا وتخلعوها شويه غايقول لهم الا بغيتوا تدخلوا تقلبوا الدار دخلوا زائد انه من بعد الموت ديالها قطع الاتصال مع عائلتها ما كان كيتصل بها ما والو واكفس حاجه هي انه ما مشاش جاب الجثه ديالها لمده ديال تقريبا عامين وكان كيبيع تصاورها وداكشي ديالها وهي ميته في سيت اباحي حيبه الله راستاج الوحش يعني هذا اللي دار هادشي لمراته وهي ميته اش غتسنى منه راه هو اللي قتلها. قولوا لي انتم واش عندكم نفس الراي ديالي اولا عندكم شي راي اخر وكتظنوا بان
شي واحد اخر دار شي حاجه لجيسيكا اولا هي اللي درت شي حاجه لراسها. وما تعطونيش الراي ديالكم بلا ما تقولوا لي الاسباب اللي خلاوكم تقولوا انكم كتظنوا داكشي هو اللي وقع. كانت هذه الفيديو ديالنا اليوم بداتو بزين، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه ونكونوا نستكم شي شويه. كنسرت لكم بوسات كبارين تهلاو فراسكم بزاف، وشكرا شكرا 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 للحب ديالكم لهلي خدتكم عليا بسبب هذا الحب ديالكم باش انا باقا في يوتيوب. فشكرا لكم ونتلاقى معكم في الفيديو الجايه. الفيديو الجايه غادي تعجبكم واعره، انا خدامه عليها وغنحاول نحطها لكم قريب ان شاء الله هاد السيمانه هادي. صيفط لكم بوسات ولا لا، المهم صيفط لكم بوسات مره اخرى. تهلاو فراسكم، باي باي.